أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. ولاية غرب دارفور تشيع شهداء الطائرة التي سقطت أمس بالقرب من مطار الجنين. اللجنة العليا للسيادة والوزراء تلتقي أطراف النزاع في الجنين بغرض تعزيز الاستقرار. استئناف مفاوضات منبر جوبا بين الحكومة الانتقالية ووفد الحركة الشعبية الشمال بقيادة مالك عقار. أهلا بكم. شيعت ولاية غرب دارفور بالجنينة في حضور وفدي مجلس السيادة والوزراء شهداء الطائرة الانتنوف البالغ عددهم 12 فردا التي سقطت على مشارف الجنينة عقب إقلاعها من مطار الشهيد صبيرة. وأشاد رئيس الأركان المشتركة محمد عثمان الحسين لدى مخاطبته جموع المشيعين، أشاد بتلاحم وتدافع مواطني الجنينة بكافة مشاربهم منذ سقوط الطائرة وحتى تشيع الجثامين، وقال إن هذه اللحمة تعكس مستوى التعايش السلمي والاجتماعي بين مكونات الولاية، ودعا إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي واللحمة التي تجسدت لحظة التشيع والعمل على نبذ كل أشكال الفرقة. الآن في هذه المصيبة في الخلل، لما كنا في موقع الطائرة كانت كل القوات النظامية وكانت كل الأجهزة الحكومية وكانت كل القبائل والمواطنين في القرى والفرقان موجودين حولنا هناك، لحد ما غادرناهم اليوم الساعة 9 صباحا من موقع الطائرة. والآن هذا المشهد، هذه العظة الأكبر، هؤلاء الشهداء نزل الله لهم القبول، لكن اجتمعتم جميعا بعظة الموت وبحكمة الموت لتواروهم السرى ولتترحموا عليهم. فالكل يأخذ هذه العظة لدينه ودنياه وحياته. التقت اللجنة العليا لمجلسي السيادة والوزراء الخاصة بتسوية أحداث الجنينة برئاسة النائب الأول للمجلس السيادي الانتقالي محمد حمدان دقلو، التقت أطراف النزاع الذي راح ضحيته عدد من المواطنين بين قتيل وجريح، وبحثت معهم التوصل إلى حلول نهائية لتعزيز الاستقرار بالولاية. وأكد والي ولاية غرب دارفور المكلف عبد الخالق بدوي أن اللجنة العليا تواصل جهودها من أجل تسوية تداعيات الأحداث في غرب دارفور والتوصل لحلول نهائية بشأنها لردق النسيج الاجتماعي واستتباب الأمن وتعزيز الاستقرار المستدام بالولاية. استنفت مفاوضات منبر جوبا بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح بفندق بالم أفريكا بعقد جلسة بين وفدي الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالية الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض محمد حسن التعايشي، ووفد الحركة الشعبية الشمال بقيادة مالك عقار بحضور الوساطة من دولة جنوب السودان. وتناولت الجلسة القضايا محل التفاوض بين الجانبين، وتم رفع الجلسة على أن يواصل الطرفان المفاوضات صباح غد السبت. انتقد بعض المحللين والأكاديميين تعدد مسارات التفاوض بشأن العملية السلمية في السودان، وأكدوا أن تعدد المسارات من شأنه تشتيت الجهود وإطالة أمد التفاوض، ودعا آخرون قادة مسار الشرق التفاوضي إلى ضرورة إشراك كل مكونات الإقليم وقواه السياسية في مفاوضات جوبا. واقع الحال ما بعد الثورة يؤكد أن مطلوبات الثورة لا زالت بعيدة المنال، وواقع الحال يعكس حالة التوهان في المشهد السياسي في السودان. فالسلام الذي وضعته الحكومة الانتقالية كأولوية لا زال يلازمه البطء في كثير من محاوره، وتأخر الوصول إليه بعد أن بات قطاره يجر خلفه أكثر من مسار. مسألة تعدد المسارات هي تعيق من تحقيق السلام، لأنه تعدد المسارات هو أنا غايته يعني لي هو تشتت للجهود، يعني فكونه كل يومين ثلاثة يعني ينقسم مسار وتظهر لنا مسارات مختلفة، فهذه مشكلة حقيقية، يعني مشكلة حقيقية. فزي ما قلت يعني أنا في البداية وبكرر وبأكد في أنه نحن مفروض كلنا نقعد في أنه كيف يدار هذا البلد. أرى أن هذه المسارات يجب أن لا تسمى مسارات جغرافية، الشرق الغرب الجنوب وهكذا، يجب أن ننظر إلى السلام بأنه يعني الإنسان في المقام الأول، وليس الجغرافيا وليس القبيلة وليس الإثنية، وليس من وراء البحث عن السلام
أي محاصصات أو أي أجندة. تكوين مسار الشرق التفاوضي ورغم اجتهاده في تحقيق مطالب أهل الإقليم، لكنه في نظر البعض أهمل استصحاب مكونات الإقليم وقواه السياسية. ما يقومون به من حراك واعتراق نحن نعتبره حدبا على مصلحة الإقليم، حدبا على انتقال الإقليم مما هو فيه إلى جانب أحسن وجوانب أحسن، لكن هذا الانتقال يجب أن يتم بالتفاقر، يجب أن يتم بالتراضي، يجب أن يتم بإشراك جميع المكونات الموجودة في هذا الإقليم. ورشة تحديات سلام الشرق ذهبت إلى أن الوصول إلى سلام دائم وشامل في السودان يلبي مطالب الثوار وطموحات الشعب السوداني ليس بالأمر الصعب إذا ما تراضى الجميع حول كيفية إدارة الحكم في البلاد. فالأمر كبير، هو وطن، هو شعب، 70% فيه روح البداوة والريفية، يجب أن تعرفوا ذلك. فأنتم من يقود هذا الشعب لكي يقطف أول ثمار هذه الثورة وهو السلام. أرجو أن يكون نقاشنا ليس في من يحكم، هذه هي أكبر المشاكل عندنا، لا تبحثون في من، أبحثوا في كيف نحكم. خالد بشير، الشروق، ولاية كسلا. احتفلت قوات الحرس الجمهوري بالعيد 65 للقوات المسلحة وعيد الاستقلال المجيد وذكرى ثورة ديسمبر والاستبدال الشهري لطابور الشرف الذي درجت عليه قوات الحرس الجمهوري، وذلك أحياء للتقاليد العسكرية في هذا الشأن، حيث تم انتقال الحكم من الاستعمار الإنجليزي إلى الحكم الوطني من خلال قوة دفاع السودان. وأكد قائد الحرس الجمهوري العميد ركن عقيل عبد الله في تصريح صحفي أن القوات المسلحة ستظل حامية لتراب الوطن وصون أرضه، وهنأ القوات المسلحة بعيدها الخامس والستين أعرب عن رجائه أن يشهد الوطن في هذا العام مزيدا من الأمن والاستقرار. وهو إرث وتقاليد ورثناها عن السابقين في القوات المسلحة، وهو يعبر عن رمزية للاستقلال، انتقال الحكم إلى الحكومة الوطنية الأولى وقوة دفاع السودان اللي هي استلمت الكركون لأول مرة بواسطة فرقة المهندسين من الجيش الإنجليزي. في هذا الصباح لا يفوتنا أن نهنئ الشعب السوداني غاطبة والقوات المسلحة على وجه الخصوص بأعياد القوات المسلحة رقم 65 وعيد الاستقلال 64 وعيد ثورة ديسمبر المجيدة. أعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقل انطلاق عمليات جمع السلاح في ولايات دارفور للقضاء على الظواهر السالبة التي ظهرت مؤخرا. وقال دقل في تصريحات إعلامية بنيالة إن الحملة لا تستثني أحدا، وإن الحملة ستطال أيضا السيارات الغير مقننة التي شكلت حالات غير مقبولة وسط المجتمع وأثرت على الوضع الأمني. وأشار إلى حسم تداعيات الحادث الأخير قرب مدينة نيالة، وهو عبارة عن مشكلة أفراد وليس له علاقة بالصراع القبلي كما أشيع، وأشار إلى الإجراءات التي تمت تجاه الجناة وكل المشاركين في الحادث. وقف وفد المجلس السيادي في ختام زيارته لولاية جنوب دارفور على حجم الدمار الذي حدث بمعسكر اليونامت سابقا بنيالة، وتعرف الوفد على ما تبقى منه وإمكانية المحافظة عليه. وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان أن السودان أضاع فرصة للاستفادة من المقومات التي كانت بالمعسكر، وقال كان بالإمكان المحافظة على هذا الكسب من الضياع، وقال إنهم ينتظرون نتائج التحقيق التي سوف توضح بجلاء أين مكمن الخلل والجهات التي قصرت في واجبها. وقال إن حادث الاعتداء على مقر اليونامد أعطى صورة سالبة عن السودان خارجيا على حد قوله. احنا الآن في معسكر اليونميد ونمر على مختلف الوحدات الموجودة فيه، وشاهدنا التلف الكبير الحصل للمعسكر والفرصة الكبيرة ضاعت على السودان في انه يستفيد من هذا الموقع لصالح الجامعة نيالة وأكاديمية الشرطة وغيره. طبعا لسه ما تحصلنا على معلومات مفصلة عن طبيعة الحدث، بنسمع وبنشوف في المقام الأول، ما عايزين الأحداث تتكرر مرة تانية لأنها قدمت صورة قبيحة جدا عن
الإقليم وعن البلد وعن السودان أمام الرأي العام العالمي. في الوقت المؤسسات زي اليونيميد دي مؤسسة في تسليط على الضوء من كل العالم. الآن كل الصحافة العالمية بتسأل عن ماذا حدث، لذلك نتمنى إنه الأمور تستتب وننتقل إلى مرحلة جديدة. انطلقت في الخرطوم فعاليات ملتقى الجامعات السودانية التركية بمشاركة عدد من مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأكد والي سنار ممثل مجلس السيادة محمد عثمان أكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، وأوضح أن الملتقى يعد فرصة للطلاب السودانيين الراغبين في الدراسة في الجامعات التركية والتعرف على التخصصات العلمية التي توفرها الجامعات التركية عبر المنح السنوية التي تعلن عنها الحكومة التركية. نحن اليوم سعيدين في المشاركة في ملتقى الجامعات التركية ومدارس وقف المعارف التركية. وحقيقة العلاقات التركية السودانية علاقات أزلية وقديمة، ونحن مشاركتنا في هذا الملتقى في إطار توطيد العلاقات بين الدولتين وخاصة في مجال التعليم. التعليم في تركيا هو تعليم متطور وبابتعاث عدد من طلابنا للجامعات التركية بيزيد من إدراكهم ومن معارفهم، وخاصة في المجال بتاع التكنولوجيا والمجال الجامعات العملية. وفي السياق قال المدير العام لمدارس وقف المعارف التركية بالخرطوم طه شين إن الملتقى يعد الثالث من نوعه الذي تنظمه مدارس المعارف التركية، وأشار إلى أن الملتقى يتيح الفرصة للتعرف على فرص التعليم في تركيا في المجالات العلمية المختلفة. الآن نحن نستدعي بكل الطلاب خاصة متخرجين أو يدرسون في ثالث ثانوية يأتون إلى المعرض معرضنا ويأخذون المعلومات من الجامعة التركية. وأهلا سهلا مرحبا بكم مرة ثانية ونشكركم كثيرا. كما قلنا يعني هذه الدولتين السودان وتركيا دولتين شقيقتين، يعني عندنا ارتباط كثيرة، يعني ارتباط ماذا؟ تاريخية، ثقافية، دينية، علمية. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بمرور الجبهة الهوائية الباردة التي تتسبب في استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى والعظمى في جميع أنحاء البلاد وتدني في مستوى الرؤية. وتوقع التقرير أن يسود نشاط رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في معظم أنحاء البلاد. السودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. السودان وإثيوبيا تعتزمان تأسيس منطقة حرة لتعزيز التجارة العابرة بين البلدين. أهلا بكم من جديد في فقرات السودان هذا المساء، ولكن عقب الفاصل. في أخبار الاقتصاد، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي تطور العلاقات بين السودان وإثيوبيا ووصفها بالمتنامية في المجالات المختلفة خاصة في الجوانب الاقتصادية. وانعقد اجتماع موسع بالخرطوم بين وزير المالية ووزيرة النقل والبنى التحتية الإثيوبية، وناقش الاجتماع استفادة إثيوبيا من ميناء بور سودان لنقل تجارتها الخارجية. من جانبها طالبت مجددا دغماويت موغس في إطار الاتفاقية الثنائية بين الجانبين السماح لإثيوبيا بالاستفادة من ميناء بور سودان خاصة لحركة البضائع المستوردة والمصدر عبر ميناء بور سودان، على أن يتم الاتفاق على ترتيبات محددة لتقديم التسهيلات اللازمة من الحكومة السودانية. كشف محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم عن تكوين لجنة مشتركة دائمة بين المالية وبنك السودان لإحكام التنسيق بين الطرفين. واختتمت المباحثات الفنية بين بنك السودان المركزي ووزارة المالية، وأوضح أن العلاقة بين بنك السودان المركزي ووزارة المالية تشهد عهدا جديدا في ترسيخ العلاقة بين البنك والوزارة بتكوين اللجنة المشتركة الدائمة، والتي ستقوم بتسهيل كثير من الأعمال الفنية المطلوبة، بالإضافة لأنها ستكون حلقة وصل بين الوزارة والبنك في مجال المقترحات المتعلقة بتطوير آليات التنسيق المشتركة.
سمح منشور بنك السودان المركزي للشركات العاملة في إنتاج الذهب بتصدير 70% من المتبقي من الإنتاج، وذلك بعد خصم الزكاة والعوائد الجليلة وأرباح الأعمال، عينا على أن يتم بيع متبقي النسبة 30% الأخرى لبنك السودان المركزي أو من يفوضه. كما سمح المنشور لشركات مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغيرة بتصدير 15% من المتبقي من الإنتاج بعد أن يتم تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عينا من الإنتاج الكلي لتلك الشركات، وإمكانية تصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية. أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح أن البلاد لم تسجل أي حالات جديدة لحمى الوادي المتصدع، وتوقع نشاط صادر المواشي بعد إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلو البلاد من حمى الوادي المتصدع خلال المرحلة المقبلة. وأكد فرح إرسالهم لتقرير للمنظمة العالمية المعنية بصحة الحيوان يؤكد عدم تسجيل أي حالات جديدة للمرض في السودان، وأشار إلى مطالبتهم بإعلان للمنظمة بخلو السودان من حمى الوادي المتصدع بناء على تلك البيانات المعملية. في أخبار الرياضة، كشفت مصادر لباد نيوز عن أن نادي الهلال الخرطوم تدخل على الخط وأجرى اتصالات رسمية مع لاعب المريخ مطلق الصراح محمد هاشم التكت، وعرض عليه مبلغ وقدره 1.5 مليار للتعاقد معه لمدة 3 أعوام. وقالت المصادر إن المريخ لم يكمل اتفاقه مع محمد هاشم التكت الذي يترقب القرار النهائي من ناديه خلال الساعات المقبلة. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. ولاية غرب دارفور تشيع شهداء الطائرة التي سقطت أمس بالقرب من مطار الجنينة. اللجنة العليا للسيادة والوزراء تلتقي أطراف النزاع في الجنينة بغرض تعزيز الاستقرار. استئناف مفاوضات منبر جوبا بين الحكومة الانتقالية ووفد الحركة الشعبية الشمال بقيادة مالك عنكر. نهاية السودان هذا المساء. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقع الشروق.net. إلى اللقاء.